اهلا وسهلا بيكم ومكملين معاكم في مطبخ ست البيت. والنهارده هنعمل مع بعض طبقين باميه بطريقتنا المصري المعتاده، وهنعمل كمان عصير ميلك شيك، عصير يعني حاجه كده. هبتدي اول حاجه بالباميه. هعمل باميه بالطريقه اللي ماما علمتهاني بالظبط كده، من البيت، من بيت ماما على بيتنا. هبتدي اول حاجه، هخلي بس الحلة تسخن سنة، وبعد كده هحط الزبدة. انا عندي هنا لحمة مقطعاها زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيرة علشان ننجز في الوقت شوية، وعندي كمان بصل مفروم فرم رفيع. اول حاجة هبتدي بالزبدة. انا مش عايزه كميه كبيره، ممكن تستعملي زبده، ممكن تستعملي سمنه، اللي يريحك، او زيت، هي بس الزبده بتدي طعم احلى. هجيب البصل، انا عايزه بس البصل يبقى لونه ذهبي. هشوح البصلة سنة، وبعد كده هزود الثوم. طبعا الاكل التقليدي بتاعنا المعتاد عليه لا يعلى عليه، حلو جدا جدا جدا، كل الناس بتحبه. طبعا انا النهاردة بعمله علشان ستات البيوت الجداد اللي لسه مش عارفين الحاجات دي بتتعمل ازاي يبقوا عارفين. طبعا عايزه اقول لكم يعني بمناسبه الباميه، عندي ابني في البيت، يعني اليوم ما بيعرف بس ان انا هعمل باميه بتبقى عندنا فرح. باميه بالنسبه له ده عشق، لكن الاكل التاني مش عارفه ماله، بس هو يعني يلا بيحب الباميه جدا. البامية ممكن تتاكل بطريقتين، يا اما بالعيش يا اما بالرز. انا شخصيا بحبها بالعيش، بس لازم تكون البامية غرقانة ليمون، وهو ده بقى الحلو في البامية، الليمون. انا سايبة كده البصلة بقت شفافة، هحط عليها اللحمة. طبعا انا هعمل الاكل النهارده، هعمله هسويه على النار نص سوا، وهدخله بعد كده الفرن. في الطبيعي انت المفروض تدخليه الفرن، انا مجرد اللي بعمله علشان بعلمك طريقه انك تخلصي بيها الاكل اسرع. كده انا مش هستعمل كل اللحمه، هاخد الحبة اللي انا محتاجاهم بس كده، هشرف ايديا او اغسلها يبقى احسن، علشان اللحمة لو فيها اي ميكروبات ما تتنقلش لبقية الاكل. نكمل تقليب. انا كل اللي عايزاه دلوقتي ان بس اللحمة تغير لونها، مش هسويها هنا، هخليها بس يعني نقول تستوي من بره. هوطي النار شوية وهغطيها علشان اسيب اللحمة تنزل ميتها وتبتدي تستوي فيها سنة صغيرة. خلال الوقت ده اقطع انا الطماطم، كده انا عايزه اقطع الطماطم مكعبات. كده باقي الطماطم مش هقطعها صغير، هقطعها كبير
لاني هضربها في الخلاط، خلاط في الميكسر، في الكبة او مش كبة، الكيتشن ماشين، كبة ما تنفعش كده. انا مستعملة النهاردة 3 طماطميات يدوب عشان يعملوا لي صلصة حلوة. ممكن على فكرة ممكن كمان ما تستعمليش طماطم، في ناس بتعملها بصلصة بس لو انت يعني مستعجلة قوي قوي قوي، بس انا افضل ان انا استعمل الطماطم الطازة علشان تبقى في على الاقل فايدة كاملة في الاكل. انا لازم اقلب اللحمة تقليبة، تمام كده. هعمل ايه دلوقتي؟ حطيت التوم، هحط كزبرة، عندي كزبرة ناشفة، هحط كمية كبيرة شوية معلش هشيل غطا علشان ايه، دايما البامية بتحب الكزبرة، لازم كزبرة وثوم بيدوا طعم وهمي. تمام كده، احط البامية، هشوح كله مع بعض. نحط الفلفل كمان، ادي الفلفل. ما بحطش فلفل كتير علشان مش عايزاها تبقى حامية، البامية عايشة وبتنط. حوطي عليها كده، حطي عليها النار شوية. هجيب دلوقتي الميكسر او الخلاط او نسميه اللي نسميه، احط كده طماطم وهحط عليها الصلصة كده، هشيل دول كمان كده، وهحط بس عليه حبة مية، انا مش محتاجة مية كتير علشان بس اساعد الطماطم على ان هي تضرب كده. تمام كده، خلوني افتح هنا، هقلب تقليبة تاني وازود الصلصة. خلوني انزل لهنا بس ايه، ليه بنحط، ليه حطيت انا حبة صلصة اللي هما المعلقة دول، انا حطيتهم علشان يلونوا، لان الطماطم الفريش ما بتلونش الاكل، لكن الصلصة بتلون الاكل. تمام كده، انا هعمل ايه، انا هزود شوية كزبرة كمان، انا بحب الكزبرة كتير في الاكلة دي، تدي طعم جميل. ونقلب البامية، عندها حكاية معايا، انا
انا فاكره وانا صغيره كانت الباميه دي من اخر انواع الخضار اللي ممكن اكلها، وما اعرفش ليه كنت دايما ما اعرفش، كنت بحس ان هي فيها حاجه خشنه كنتش بقدر افهمها. وبعدين قلت لماما واجه اعتراضي، يا ماما خشن مش بتتبلع. بعد كده قالت لي هي اصلها وامسكيها والمسيها واعمليها، وقعدت فهمتني الباميه ملمسها ايه وعامله ازاي. بعد كده قالت لي لازم دول يتشالوا، فاللي كانت بتعمل الباميه ما كانتش بتشيل الحتت الخشنه قوي دي، بس لما شاهدها خلاص الموضوع اتحل، ومن ساعتها بقيت باكل الباميه. طبعا انا من عشاق الباميه في الوقت الحالي. زي ما انتوا شايفين كده الباميه بتغلي، انا هسيبها لسه تغلي كمان حبه وهطلع فاصل وارجع لكم.